بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 90 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الكريم يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟ أفتونا بذلك مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدين 3 مراتب: أولها الإسلام، ثم بعده الإيمان، ثم بعده الإحسان، كل مرتبة أعلى من التي قبلها. والإيمان أفضل، الإيمان أفضل من الإسلام، ثم الإحسان أفضل. فهذه مراتب الدين. كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا، بينهما اجتماع وافتراق، أو بينهما عموم وخصوص كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سوداني مقيم بالرياض يقول: هجرت زوجتي أكثر من 3 أعوام ظلما، وأريد العودة والتسامح منها فضيلة الشيخ، فما حدود التوبة وكيف كيف أتعامل مع زوجتي؟ مأجورين. توبة، أن تتوب إلى الله عز وجل لأنك أثمت في هذا، ولا بد من طلب المسامحة منها. التوبة لا تكفي، لا بد من مسامحتها عن هجرك لها. فإذا تبت إلى الله وسامحتك الزوجة، الله يتوب على من تاب. نعم. هذه سائلة تقول بأنها امرأة كبيرة لها شعر كثيف يخرج بين الحاجبين، فما حكم نتف الشعر ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة، والشعر الذي يوجد أيضا في الوجه؟ الشعر الذي يوجد على الحاجبين بكثافة مشوهة لا بأس أن يقص منه حتى يكون عاديا، لأن هذا من إزالة الضرر ومن إزالة العيب، ولا ينتفنت، إنما يقص بقدر الحاجة حتى يكون عاديا. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة أرسلت بسؤال تقول بأن موعد زواجي قريب، فبماذا ينصح الشيخ؟ وهل من وصايا منكم يا شيخ يمكنني أن أنتفع بها في ديني ودنياي مع زوجي؟ وهل يجوز للزوجين جمع صلاة المغرب والعشاء في ليلة الزواج، حيث سمعت فتوى من طالبات الجامعة يفتين بذلك؟ عليك إذا تم الزواج، عليك بتقوى الله والإحسان إلى الزوج وأداء حقوقه عليك، إن هذا مما أمر الله جل وعلا به. أما الجمع بين الصلاتين ليلة الزفاف فلا أصل له ولا يجوز، صلى كل صلاة في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تطهر إنسان ثم لبس الخف ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل تبدأ المدة بعد هذا المسح أو لا تبدأ المدة إلا بعد مسح الحدث؟ تبدأ المدة بانتقاض الوضوء بعد اللبس. إذا لبس خفين على طهارة فإن المدة لا تبدأ إلا بعد الحدث، إذا انتقض الوضوء بدأت المدة. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أحرمت أنا وزوجتي من الميقات للعمرة، وعندما بدأنا بالطواف في الشوط 3 أخبرتني الزوجة أنها ما زالت تلبس النقاب ونسيت أن تخلعه، ولم يكن معها أثناء الطواف شيء تلبسه بدل النقاب، فأكملنا الطواف والسعي بهذه الصورة وهي ما زالت متنقبة ثم قصرت. والسؤال: ما هو الواجب علينا الآن ونحن في الرياض؟ على كل حال، ما دامت أنها جاهلة وأنت جاهل الحكم فليس عليها شيء، وأما أنها لم تجد ما تغطي به وجهها هذا غير صحيح. يكون عليها، لابد يكون عليها جلال، عليها عباءة، يكون عليها خمار على رأسها، تضفي على وجهها شيء من ملابسها التي عليها وتزيل النقاب في الحال ولا تؤخره. نعم. يقول: ما ضابط خروج الموظف من عمل
عمله فضيلة الشيخ، وهل يضر ذلك براتبه بالنسبة للحلال والحرام؟ يجب على الموظف أن يستمر في العمل وقت الدوام، أن يحافظ على الدوام، وإذا عرض له عذر يقتضي خروجه فيخرج بقدر العذر ثم يرجع، إذا زال العذر يرجع. ولا بد من استئذان المسؤول الذي يدير العمل، لا بد من أمرين، لا بد من العذر الذي يسوغ له الخروج، بل ثلاثة شروط: الشرط الأول العذر الذي يبيح له الخروج، الشرط الثاني إذن المسؤول والمدير الذي من فوقه، الشرط الثالث أن يكون الخروج بقدر الحاجة ثم يرجع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، لدي أكثر من 6 قطع أراضي اشتريتها زمن الرخص، وأريد أن أعرف معرفة حكم الزكاة فيها، والآن زادت أضعاف، فما العمل في الزكاة؟ إذا كنت اشتريتها بنية التجارة والبيع فإنها يبدأ الحول من شراء، أما إذا اشتريتها بنية القنية ثم نويت التجارة فإن حول الزكاة يبدأ من النية، من حين نويت بيعها. إذا تم عليها سنة بعد النية أو بعد تملكها بنية التجارة فإنها تجب فيها الزكاة، لأن تثمن، يعني تقوم بما تساوي، ثم تدفع زكاتها ربع العشر من قيمتها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول بأنه يدرس في الخارج ولي أكثر من 2 سنين وبقي علي 2 سنين، ولكنني أخذ برخص السفر من الجمع والقصر لفتوى قرأتها، فما رأيكم يا شيخ في ذلك؟ هذه الفتوى خطأ، هذه الفتوى خطأ. أنت مقيم، فإذا أقمت نويت إقامة تزيد على 4 أيام يلزمك إتمام الصلاة، ولا يجوز لك الجمع ولا القصر لأنك مقيم. والدارس لا شك أنه يقيم 1 سنة أو أكثر للدراسة، كيف يقصر ويجمع؟ كيف يفطر في رمضان؟ هذه الفتوى خطأ، ما كل فتوى تكون صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لدعاء السفر ورفع اليدين في هذا الدعاء، هل يكون داخل المنزل وعند ركوب الدابة؟ ومتى ترفع اليدين في الدعاء؟ دعاء ليس في رفع يدين، دعاء السفر ليس في رفع يدين، إنما فيه أنه إذا ركب يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا وعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا دعاء السفر وليس فيه رفع يدين، لأن هذا ما ورد. نعم. هذا شاب يقول: أرجو من فضيلة الشيخ نصيحة للشباب، وخصوصا في قصات الشعر التي بدأت تظهر بينهم وتخليهم عن مبادئ الشرعية والإسلامية. لا يجوز للشاب أن يعمل هذا العمل وأن يقص شعره، بل إن شاء يوفر شعر رأسه على الصفة الواردة في الأحاديث واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء حلق رأسه، يباح الحلق، يباح الحلق. أما قص الشعر فهذا غير جائز، لا سيما إذا كان على صفة مستوردة، تقليد الكفار أو لمن أخلاقهم رديئة أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول السائل: هل من عاد مريضا ولم يجد هذا المريض هل يكتب له الأجر، أجر الزيارة وأجر المشقة؟ نعم، يكتب له بنيته، يكتب له بنيته، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول الشيخ: ما أبرز حقوق الوالدين بالنسبة للأولاد والبنات تجاه والديهم؟ البر، الواجب على الأولاد من ذكور وإناث البر بوالديهم، يعني حق الوالدين جاء بعد حق الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان يشمل الإحسان القولي والإحسان العملي، خدمتهما، بالإنفاق عليهما، بتطيب الكلام لهما وغير ذلك، قضاء حوائجهما، خدمتهما إذا احتاج إلى خدمة، كل هذا يدخل في بر الوالدين. نعم. هذا السائل
أصيل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن نسأل الله الصبر على قدره، عن معاصيه، على طاعته؟ نعم، تسأل الله أن يوفقك للصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، أدعو الله أن يرزقك الصبر. نعم. هناك بعض الأوراق تحتوي على أسماء الله، وأيضا يا فضيلة الشيخ يتساهل بعض الناس في رميها من غير قصد، فما حكم هذا مع الدليل؟ كون الإنسان يتتبع الأوراق لئلا يكون فيها شيء من ذكر الله غير مكلف بهذا، لكن إذا رأى شيئا من الآيات أو من الأحاديث أو من أسماء الله رآها فإنه يزيلها، إما بإحراقها وإما برفعها إلى مكان طاهر أو غير ذلك. نعم. هذه أمليان تقول: المرأة إذا ابتليت وسحرت كيف العلاج، وما هي الرقية الشرعية، وكيف يرقى المسلم نفسه لإزالة هذا السحر؟ السحر يعالج بأمرين: يعالج بالرقية، وذلك بقراءة الفاتحة هي الرقية، وسورة الإخلاص والمعوذتين والنفع على نفسه، وكذلك تعالج الرقية بالأدعية المباحة الواردة الشرعية، بالأدعية بالشفاء وإزالة هذا المرض. والأمر الثاني من علاج الرقية الأدوية المباحة التي يعالج بها السحر، الأدوية المباحة، هذا ما يسمى بالنشرة. نعم. هذا السائل عبد الله يا شيخ يقول: إذا ابتلي الإنسان ووقع عليه البلاء، ما هو الشيء الذي يرفعه، وكيف يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في حال ابتلائه بهذه الأمراض؟ بالدعاء، يرفعه الله عنه بالدعاء، ادعو الله أن يرفع عنه ما أصابه وأن يخفف عنه، الله قريب مجيب. ثانيا، إذا كان هذه المصيبة وهذا البلاء أصابه بسبب ذنب، إنه يتوب إلى الله من هذه الذنوب، من هذا الذنب الذي أصابه العقوبة بسببه. نعم. أم ريان تقول: يا شيخ، غسل الأطفال الصغار حتى عمر 7 إلى 5 سنوات بعد قضاء حوائجهم، هل يبطل الوضوء؟ نعم، إذا باشرت فرجه بيدها من غير حائل إنه ينتقض وضوءها، أما إذا كان هذا من وراء حائل فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، هذا عبد الله من القصيم يقول: الحمد لله أنا محافظ على الأوراد الصباحية والمسائية، هل يشرع لي يا شيخ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة آية الكرسي أو الآيتين من آخر سورة البقرة؟ نعم، يشرع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند كل قراءة للقرآن، قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن آداب قراءة القرآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل ذلك، لأن الاستعاذة تطرد الشيطان فلا يشوش على الإنسان قراءته وتدبره للقرآن. نعم. يقول أيضا يا شيخ: بالنسبة لخطيب الجمعة عند قراءة آية وهو يخطب، هل له أن يستعيذ بالله؟ نعم، استعيذ بالله قبل قراءة الآية، هذا من آداب تلاوة. نعم. قول البعض يا شيخ صالح عند وصفهم للدواء بأنه قاهر للمرض، هذه مبالغة، لا يقهر المرض إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الدواء سبب، إن شاء الله نفع به وإن شاء لم ينفع به، أو يعتمد على الله ويتخذ الدواء سببا من الأسباب. نعم. يقول: قول بعض الناس: أتعبتني نوائب الدهر أو شدائد الدهر، هل في هذا محظور شرعي؟ إذا كان يقول هذا من باب الذم والشكاية للدهر فهذا لا يجوز، لأن الضرر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، ليس للدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. أما إذا كان يقول هذا من باب أن مرور الدهر مثلا، أن مرور الدهر صار سببا في عجزه، في كبره وشيخ وخيته، إذا إنما هو إخبار وليس تبرما من القدر ولا شكاية للدهر. نعم. استفتح الدعاء بقولنا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما هو أفضل الاستفتاح في الدعاء يا شيخ؟ هذا من أسباب الإجابة، أنه يحمد الله في بداية الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بما يريد، هذا من أسباب القبول. نعم. يقول: إذا صعب على الإنسان أو استصعب عليه شيء في مسألة وهو يقرأ في كتاب أو في آية، هل هناك أدعية تفتح عليه بذلك؟ عليه سؤال أهل العلم، إذا استصعب عليه فهم مسألة أو فهم آية أو حديث يسأل أهل العلم، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدعاء مشروع أيضا، هو من أسباب حصول المقصود بإذن الله. نعم.
نعم. السائل يسأل عن بعض الناس عنده استعجال في نقل الأخبار وعدم التثبت ونقل الشائعات دون تروي، ما الحكم في ذلك مأجورين؟ هذا منهي عنها شد النهي. الله جل وعلا نهى عن إشاعة الأخبار التي تضر الشخص أو تضر المسلمين، إنه أول شيء تثبت منها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. إذا لم تصح فإنه يترك من البداية، إذا صحت فإنه يكتمها ولا يفشيها ولا ينشرها. أما الذي ليس له هم إلا إشاعة ما يسمع من الأخبار، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كما في الحديث على المسلم أنه يتثبت. أيضا هناك أمور، الأمور العامة لا يجوز عوام الناس يدخلون فيها، هذه من شؤون ولاة الأمور الذين يعالجونها بما يليق بها. قال جل وعلا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل عبد الله يقول: أريد أن أتزوج من ابنة عمي، ولكنني استشرت أحد الزملاء فأخبرني بأن الزواج من الأقارب مصيره الفشل والأمراض وقطيعة الأرحام، فانصرفت عن هذا. هذا كذب وقول على الله بغير علم. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه، بنات عماتك، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. الرسول تزوج، وزوج ابنته فاطمة ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن من سكان جدة، وإذا أردنا العمرة يا شيخ فمن أين نحرم مأجورين؟ من سكان جدة، إذا أردتم العمرة وأنتم في جدة تحرمون من جدة، وإذا أردتم العمرة خارج الحرم في أي مكان خارج حدود الحرم تحرمون من المكان الذي نويتم منه. أما إذا نويتم العمرة وأنتم في داخل مكة لابد أن تخرجوا إلى الحل، تخرجوا إلى الجعرانة، تخرجوا إلى التنعيم، تخرجون إلى حدود الحرام وتحرمون من عندي. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: ما المقصود بحياة البرزخ؟ مقصود حياة البرزخ القبر، المقصود بها القبر، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا وهي الدار الأولى، ودار البرزخ وهي ما بين موت الإنسان إلى أن يبعث، هذا كله برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سميت برزخا لأنها فاصلة بين الدنيا والآخر. والدار الثالثة والحياة الثالثة دار الآخرة، دار القرار، الحياة بعد الموت والنشور. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد سجل هذا اللقاء الزميل المهندس عثمان الجويبر. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.